السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة ترضيه وترضى بها عنا، صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد. أصدقائنا ومتابعينا في قناة يوميات محامي، أهلا وسهلا بحضراتكم، ويا رب تكونوا بخير وسعادة. في الحقيقة الفيديو ده جاني سؤال يتعلق بالسن في القانون المصري، سن الرشد، سن الزواج، سن أو الأهلية، السن اللي فيه أهلية التقاضي، سن المعاش. هتكلم على السن في القانون المصري في مختلف الحالات، وفي موضوع تاني عاوز أتكلم عليه هو خاص بالترويج اللي بيتم عبر المواقع الإلكترونية لبعض الناس اللي المواقع بتبدأ تشهرهم. آخر حاجة بنت اسمها قمر بتبيع مستحضرات تجميل، البنت دي هللوا وكبروا، والمواقع الإلكترونية بدأت تصور معاها ان بتبيع مستحضرات تجميل للسيدات بأسعار تكاد تكون يعني مفيش منافسة ما بينها وما بين المستحضرات اللي بتتباع في المحلات الكبيرة والصيدليات والكلام ده كله. نفس الكلام الإعلام أو وسائل الإعلام أو مواقع التواصل هي اللي شهرت البنت دي نفسها، هم اللي عملوا ما يسمى بالمستريح مصطفى البنك، ونفسهم هم اللي بيهاجموهم حاليا في فيديوهات للمواقع دي، وهم بينجموهم وبيعرضوا الفكرة بتاعتهم، وفي فيديوهات تانية ليهم برضو وهم بينتقدوا فيهم وبيقولك بتدعي وبيدعي. فعشان ما اطولش على حضراتكم، الاول هنتكلم في موضوع السن في القانون المصري للي بيسألنا، لكن فضلا وليس امرا ياريت حضراتكم تدعمونا على الفيديوهات دي، لان الفيديوهات دي بنحاول نقدم فيها رسالة ومعلومة. فحضرتك ياريت تعمل لنا لايك، ولو بتشوفنا اول مرة ياريت تشترك في القناة، خد لك جولة كده في القناة عندنا، هتلاقي موضوعات اعتقد وبنزعم انها بتكون بتقدم معلومة مفيدة للجميع. الاول هتكلم في موضوع السن عشان ارد على السؤال اللي ورد على صفحة القناة. السن القانوني للزواج سواء للرجل او المرأة 18 عام، اهلية التقاضي في الاحوال الشخصية 15 عام. يعني ايه اهلية التقاضي في الاحوال الشخصية 15 عام؟ لما بتكون الاولاد الحاضنة بتشتكي أو بترفع دعاوى بصفتها حاضنة، لو وصل الأولاد ل15 عام لازم هم اللي يختصموا الطرف الثاني بشخصهم. انتهاء سن الحضانة سواء ولد أو بنت 15 عام، في فرق ما بين انتهاء سن الحضانة وانتهاء أو سقوط النفقة، دي قصة ودي قصة، مش عايز أخلط النفقة في سن الحضانة. سن الرشد 21 عام، السن القانوني للخضوع لمحكمة الأحداث هو من 7 ل18 عام. يعني ايه الكلام ده؟ من سن من يوم لغاية 7 ده بيكون طفل غير مميز، طفل غير مميز ده غير مكلف، يبدأ التكليف أو يبدأ مسؤوليته عن الأفعال طبقا لمحكمة الأحداث من سن 7 أعوام لسن 18 عام. سن المسؤولية الجنائية للطفل من 11 عام ل18 عام، المسؤولية الجنائية يعني الطفل بيسأل جنائيا من 11 عام ل18 عام، اللي هي نطاق محكمة الأحداث. السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي هي 16 عام. السن القانوني لاستخراج رخصة القيادة 18 عام. السن القانوني للتقديم للتجنيد من 19 ل20 عام. أهلية ممارسة التجارة 18 عام. يعني أهلية ممارسة التجارة؟ يعني الحدث أو الطفل لما بيبلغ 18 سنة يقدر يفتح شركة ويكون ويتاجر باسمه. السن القانوني للمعاش هي 60 عام. خلصنا موضوع السن القانوني في القانون المصري.
نتكلم شوية عن موضوع الظواهر اللي بتظهر واللي بتصنعها مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. لو حضراتكم شفتوا الفيديوهات على البنت اللي هي بتبيع مستحضرات تجميل في الوكالة وسموها فتاة الوكالة قمر، النهاردة أو من كام يوم قدموا بلاغ في البنت دي على أساس إن هي بتبيع مستحضرات مغشوشة ومجهولة المصدر، مع إنهم هم اللي روجوا لها وهم اللي سوقوا لها المنتجات بتاعتها. تقريبا في منافسة ما بينها وما بين الشركات أو المحلات أو الصيدليات والكلام ده كله، على أساس إن البنت بدأت تاخد شهرة. فبيقال احنا اتعلمنا في القانون ممارسة القانون ان احنا ما ينفعش نتهم اي شخص الا ما تثبت ادانته في محاكمة عادلة بينظمها القانون، يبقى اذا المتهم بريء حتى تثبت ادانته. بيقال ان البنت دي تم القبض عليها وحالتها للتحقيق والنيابة بتحقق معاها واتحبست والكلام ده كله، مدى صحة الكلام ده الله اعلم. اللي الواقع الحالي ان البنت اختفت من على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأت الناس تقطع فيها، بدأت الناس تقول أو ناس ليها مصالح معينة والله أعلم إنها تقول إن البنت دي في ناس المستحضرات اللي كانت بتشتغل فيها عملت ظهر أثار جانبية ومش عارف إيه. طبعا الكلام ده كله لازم عشان يكون صحيح ودقيق لازم الحاجات دي تتعرض لمعامل ويتم الفحص والكشف عليها وتطلع نتائج وتقارير والكلام. قبل الكلام ده محدش يقدر يتهم شخص بانه هو جايب سلع مغشوشة او مجهولة المصدر او الكلام ده كله. طبعا هو سوق غير رسمي محتاج لتنظيم، لكن الحل مش ان احنا نمسك الناس اللي زي دول ونحاربهم ونحاربهم في اكل عيشهم. يمكن حد هيقول لي انت ليه متعاطف مع البنت دي، انا متعاطف مع اكل العيش. قبل ما نحاربها لازم نوفر لها وسيلة وطريقة مشروعة انها تاكل بيها عيش. احنا اللي انا شايفه في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، بعض المواقع الالكترونية زي لما نيجي نتكلم على موضوع مصطفى البنك والمستريحين بتوع اسوان، نفس المواقع اللي شغالة على الضحايا وبتسمع لأقوال الضحايا وفتحين الفرشة وبيسمعوا للأثار اللي عملها الأخ المستريح، هم اللي صوروا معاه وهللوا معاه وعرضوا الفكرة بتاعته وسوقوا له الفكرة الأول. طبعا مصطفى البنك والموضوع الجملي أملي اللي كان شغال ومية مية، ولما اشتهر وعملوه قفلوا له البتاع بتاعه خلاص ما عادش. إذن عاوز أوصل رسالة من الفيديو ده ان مش اي واحد صاحب مهنة حد يضحك عليه ويقول لك تعالى انا اعملك ترند ونشهرك ونعملك. هما زي ما بيطلعوك بينزلوك، وده كل الامثلة الحية قدامنا شاهدة على الكلام اللي انا بتكلمه. فياريت ما نحكمش على الناس بالظاهر، وياريت الناس اللي بتاكل عيش نساعدها بطرق قانونية ومشروعة انها تاكل عيش، وبلاش نحارب الناس. طبعا انا بتكلم على موضوع البنت قمر اللي بتبيع المستحضرات التجميل، قصة المستريح والبنك والمستريحين اللي ظهروا دول، دول قصة تانية ملهاش علاقة باللي احنا بنحكي فيه. ولو عجبكم الفيديو وعندنا موضوعات كتيرة متنوعة ومختلفة، ياريت تدعمونا على الفيديوهات عشان لو في أي معلومة توصل للجميع. ودمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.